أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني الانتهاء من اعتماد 6 مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الرابعة من مشروعها لتحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية. حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة نورة محمد بوتيري، مدير إدارة التخطيط التفصيلي في هيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا بك سيدة نورة. في بداية، في ضوء طبعا ما أعلنتم عنه بشأن المخططات التفصيلية الجديدة، نود التعرف أكثر على مشروع تحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية. في البداية أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لتعريف المواطنين بالمشاريع اللي تعمل عليها هيئة التخطيط والتطوير العمراني. طبعا أود التوضيح أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قد قطعت أشواط متقدمة في إطار الانتهاء من مشروع تخطيط 96 منطقة غير مخططة، والمتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2024، وهو أحد أهم المشاريع اللي تعمل عليها الهيئة حاليا. هذه المخططات تمر بسلسلة مطولة من الإجراءات والمراحل في سبيل وضع مخططات نموذجية وشاملة للأراضي تتوافق مع المخطط لهيكل الاستراتيجي الوطني 2030، وتتلائم مع طبيعة المنطقة، تتناسب مع كفاءة البنية التحتية وشبكة الطرق والشوارع. وطبعا هي تمر في 3 مراحل، تبدأ بمرحلة التخطيط حيث يتم دراسة المنطقة وتخطيط الملكيات واستحداث شبكة الطرق وربطها بشبكة الطرق القائمة وتوفير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة. ثانيا مرحلة الاعتماد، يتم فيها الحصول على الموافقات اللازمة من جهات خارجية تمهيدا لاعتماد المخطط التفصيلي ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، وتنتهي بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة تحديث وثائق المخطط، وهي المرحلة الحالية ويتم فيها تحديث وثائق العقارات الواقع ضمن المخطط التفصيلي بالحصول على موافقة جميع ملاك العقارات أو بإصدار قرارات استملاك على العقارات اللي تعذر الحصول على موافقة ملاكها أو انقضت المدة المحددة لاستلام الإقرارات الموثقة. نعم، المهندسة نورة محمد بوتيري، مدير إدارة التخطيط التفصيلي في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.